مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم وجولة جديدة في أخبار عدد من المحافظات، ونستهلها بعناوين أبرز الأخبار. وقفة احتجاجية أمام مقر حزب الوفد بالإسماعيلية احتجاجا على تعرض مقر الحزب الرئيسي للاعتداء. الإداريون بالتربية والتعليم في الشرقية يدخلون في إضراب جزئي للمطالبة بإيقاف خصم حوافزهم. ونتابع أيضا وقفة بالملابس السوداء في طنطا لإحياء ذكرى الشهيد علاء عبد الهادي. نبدأ من محافظة الغربية، حيث نظمت عدة حركات وائتلافات ثورية بالمحافظة وقفة صامتة بالملابس السوداء إحياء لذكرى استشهاد الدكتور علاء عبد الهادي خلال أحداث مجلس الوزراء في العام الماضي، والذي لقى مصرعه أثناء تطوعه للعمل في المستشفى الميداني بالتحرير. وفي الشرقية أصيب 60 فردا من شرطة مدينة الزقازيق في حادث انقلاب سيارة ترحيلات نتج عن اصطدام السيارة بسيارة نجدة بطريق بلبيس العاشر بالشرقية. وفي سياق آخر، بدأ اليوم الإداريون بالتربية والتعليم في المحافظة إضرابا جزئيا عن العمل لوقف صرف نسبة 50% الأولى من الكادر للمعلمين. معي على الهاتف الصحفي طارق لبيب لمعرفة المزيد من التفاصيل. طارق، أبدأ معك من الحادث، يعني ما هي تفاصيل وأسباب هذا الحادث؟ نعم الزميلة سوزان، أصيب 60 فردا من شرطة مدينة الزقازيق في حادث انقلاب سيارة ترحيلات نتج عن صدام السيارة بسيارة نجدة بطريق بلبيس العاشر من رمضان، حيث تلقى اللواء محمد كمال جلال مدير أمن الشرقية إخطارا من شرطة نجدة بوقوع التصادم، وانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم أول وثاني العاشر من رمضان رفع آثار الحادث من الطريق والاطمئنان على الأفراد. وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ترحيلات وسيارة نجدة، أدى الانقلاب السيارة رقم 6398 شرطة سيارات ترحيلات، والتي كانت تنقل أفراد الشرطة من مدينة الزقازيق إلى عملهما بقسم أول وثاني العاشر من رمضان، مما أسفر عن إصابة 60 فردا منهم. وماذا عن هذه الإصابات ودرجة خطورتها؟ لم تشر التحريات الأولية عن وقوع وفيات، مشيرة إن جميع الإصابات كدمات وإصابات طفيفة. نعم، أنتقل معك فيما يخص الإداريين بالتربية والتعليم، يعني ما هي المطالب وماذا إذ لم يتم الاستجابة لهم؟ نعم الزميلة، اعتصم المئات من الإداريين وذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب العقود المؤقتة بالتربية والتعليم في محافظة الشرقية أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بالتثبيت وإيقاف خصم حوافزهم. وقد دخل اليوم الإداريين وذوي الاحتياجات الخاصة المؤقتين بالتربية والتعليم في اعتصام مفتوح، ودخل في إضراب جزئي عن الوقف صرف نسبة 50% الأولى من الكادر للمعلمين، والذي من المنتظر أن يتم صرفه بداية 23 ديسمبر الجاري بجميع إدارات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر. احتجاج قرار وزير التربية والتعليم بتأجيل خصم نسبة 83% من حوافزهم لمدة 6 شهور، ورغبتهم في إلغاء الخصم نهائيا. وأكد المضربين عن العمل في الدخول في إضراب جزئي عن العمل لمنع صرف كادر المعلمين، مشير إن سينظمون وقفات احتجاجية أمام مقرات الإدارات للضغط على المسؤولين لتحقيق مطالبهم، ويتمثلت في إصدار قرار وزاري بإيقاف خصم 83% نهائيا وصرف حافز 200% كاملة دون المساس بمكافأة الامتحانات، حيث أنهم أجر مقابل عمل، مهددين أنهم في حالة عدم الاستجابة في مطالبهم سيتم وقف جميع أعمال امتحانات الترم الأول وعدم صرف الكادر المعلمين. وصرح المستشار حسن نجار محافظ الشرقية أن الإضراب ليس حلا لتجاوز الأزمة. أما بخصوص اعتصام الإداريين بالبوابة التعليم، طلب محافظ الشرقية من وزير المالية ووزير التربية والتعليم بعدم إلغاء نسبة 83% من مكافأة الامتحانات من حافز الإسالة 200% بأسرار. نعم، شكرا جزيلا لك. أنا معي الصحفي طارق لبيب من الشرقية. ننتقل إلى الفيوم، حيث اتفق عدد من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة بالمحافظة على تخصيص غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء في المرحلة الثانية، والمقرر إجراؤها يوم السبت المقبل في 17 محافظة من بينها الفيوم. من ناحية أخرى، بحث المحافظ المهندس أحمد علي أحمد مع قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة وشركة المقاولون العرب ومديرية الري، بحثوا المشروعات الهامة والحيوية بقطاعي الري ومياه الشرب
والصرف الصحي التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، وكذلك آليات تنفيذ عدد من المشروعات الجارية والحلول العاجلة لبعض المعوقات ودخول المشروعات حيز التنفيذ والانتهاء منها في القريب العاجل. معي من هناك الصحفية هيام عزام. هيام، فيما يخص غرفة العمليات، يعني ما هي الأهداف منها فيما يخص المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور؟ الهدف منها هو رصد التجاوزات التي من المتوقع أن تحدث، سواء من معارض للدستور أو سواء الذي سوف يدلي بنعم أو بلا. وأيضا هناك عدد من القوى الثورية والسياسية شاركت في هذه الغرفة، غرفة العمليات. أيضا الجبهة الفورة للتغيير السلمي دشنت صباح اليوم الحملة من خلال صفحات الفيسبوك، وأكدت أن عدد كبير من القوى الثورية وأيضا الجبهة الفورة للتغيير السلمي سوف تشارك في هذه المراقبة، ويكون مجرد المخالفات والتجاوزات التي ستحدث سواء كانت بالداخل أو بالخارج ورفعها إلى الجهات المسؤولة. نعم، أنتقل معك إلى اجتماع المحافظ ومسؤول مياه الشرب والصرف الصحي بمديرية الري. ما هي النتائج؟ أعلن محافظ الفيوم المهندس أحمد علي أحمد خلال اللقاء أنه سوف يتم افتتاح المرحلة الثانية من المشروع العملاق للمصرف القطعي، وذلك يوم 30/12 الجاري، مشيرا إلى أنه سوف يتم توجيه الدعوة لسيادة رئيس الوزراء ووزير الري والزراعة لحضور الافتتاح. ايضا مشروع المصرف القطعي يهدف الى التحكم في مستوى مياه بحيره قارون والريان، ويساهم في الحفاظ على منسوب مياه بحيره قارون ومنعها من الارتفاع، وايضا يحميها من الاملاح. ايضا صرح محافظ الفيوم انه جاري الانتهاء من تنفيذ مشروع خط مياه قصر الباسل والذي تنفذه شركه المقاولون العرب، ويهدف لتواصل المياه من محافظه العزب حتى قصر الباسل بتكلفه اجمالها 70 مليون جنيه، تم اعتماد 50 مليون جنيه منها، حيث يتم تنفيذ الخط بطول 23 كيلو متر. ايضا صرح محافظ الفيوم انه تم الموافقه على ردم مصرف الشحات واستغلاله كمحور مروري على ان يتم التنفيذ في القريب العاجل للقضاء على مشاكل المصرف نهائيا، والذي كان يسبب تلوث وضرر لاهالي المنطقه. اشار ايضا محافظ الفيوم انه جاري حاليا اتخاذ الاجراءات العاجله والدراسات اللازمه من قبل مستوى مسؤولي الري لانهاء مشكله مصرف الفاروق بمركز سنورس ليستوعب حجم المياه حاليا. وفيما يخص مشكلة قرية شماطة بمركز الشواي والتي تتضرر من ارتفاع مياه منسوب المياه من بحيرة قارون بسبب المد والجذف، مما يتسبب ضرورة مما يسبب ضرر لأهالي القرية والقرى المجاورة لها، وخاصة في فصل الشتاء. أشار محافظ الفيوم أنه سيتم خلال الأيام القادمة إنشاء غرف رفع بالقرية وتطهير المصرف المغطى بها، والذي من شأنه استيعاب المياه زائده من البحيره وحل. نعم. المشاكل نهائيا. نعم هيام، طب هل هناك يعني جدول زمني لكل هذه المشروعات؟ بعض المشروعات مثل مشروع المصرف القطعي كما ذكرنا انه سوف يتم الانتهاء منه في نهايه الشهر الحالي. بالنسبه لقريه شماطه جاري تنفيذ بعض الاشياء الخاصه بحل المشكله، وخلال شهرين سوف يتم الانتهاء من مشكله قريه شماطه، خاصه اننا الان في مرحله الشتاء ومهدده بسحب المياه اليها. نعم، شكرا جزيلا لك. كانت معي الصحفيه هيام عزام من الفيوم. وننتقل إلى دمياط، حيث أكد اللواء سامي الميهي مدير الأمن بالمحافظة أن هناك تعليمات مشددة لرجال الشرطة بعدم التواجد داخل اللجان أو التحدث مع أي ناخب في محيط لجان الاستفتاء، وذلك منعا للتأثير عليه. وأضاف مدير الأمن أن هناك تنسيقا تاما مع القوات المسلحة فيما يخص تأمين اللجان، بما يتيح إجراء عملية التصويت بمنتهى الشفافية ودون حدوث أي تجاوزات أو خروج عن القانون. ومعي من هناك اللواء سامي الميهي مدير أمن دمياط. مرحبا بك سيادة اللواء، وأبدأ معك من استعدادات المحافظة للمرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور. طبعا تم استعداد للاستفتاء على الدستور، والقوات الحمد لله كافية تماما، وإن شاء الله في سيطرة أمنية على الرأي، والشرطة واقفة على مسافة واحدة من الجميع. نعم، وكيف تم إن شاء الله. نعم، وكيف تم التنسيق مع القوات المسلحة في هذا الشأن؟ طبعا تم التنسيق مع القوات المسلحه،
وإلا إحنا الخدمات الشرطية وقوات مسلحة من الخارج لحفظ الأمن والنظام وعدم دخولها لداخل اللجان إلا في حالة الاستدعاء من السيد المستشار رئيس اللجنة. نعم، شكرا جزيلا لك. أنا معي اللواء سامي الميهي مدير أمن دمياط. وننتقل إلى المنيا، حيث أعلن المحافظ دكتور مصطفى كامل عيسى عن دعم المحافظة بكميات من السولار وبنزين 80 كاحتياطي استراتيجي للمحافظة لمواجهة أي أزمات، وأنه تم البدء في الدفع بتلك الكميات للمستودعات الرئيسية. كما تم زيادة حصة المحافظة من أسطوانات الغاز من 40,000 أسطوانة يوميا إلى 60,000 أسطوانة. جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع أعضاء شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية بالمنيا. ومعي على الهاتف من هناك الصحفي حسن عبد الغفار. حسن، ما هي أهم الموضوعات التي استعرضها لقاء المحافظ مع أعضاء شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية؟ بالفعل عقد السيد اللواء مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا اجتماعا مساء أمس مع ممثلي الغرفة التجارية لمناقشة أهم القضايا المصارعة على محافظة المنيا والتي تعاني منها المحافظة منذ فترة طويلة منذ اندلاع ثورة 25 يناير. وكانت أهم هذه الموضوعات كيفية توفير الاسطوانات البوتاجاز للمواطنين والبنزين 80 الذي يختفي في معظم الاحيان من محطات الوقود، بالاضافه الى السولار الذي يمثل ازمه حقيقيه هذه الايام في المحافظه ويمتد على مدار اكثر من 3 اشهر. هناك كان المحافظ قد قام بعدة إجراءات واتصالات بوزير البترول حتى يتم توفير كميات كبيرة من السولار وبنزين 80، إلا أن كل هذه المحاولات لم تتمكن من فض الأزمة التي تعاني منها المحافظة. وبالأمس أكد محافظ المنيا أنه تم دعم المحافظة بكميات كبيرة من بنزين 80 والسولار واسطوانات البوتاجاز، وتم بالفعل ضخ كميات منها صباح اليوم داخل محطات الوقود. في الوقت نفسه ما زالت تشهد المحافظة تكدسا في السيارات من أجل الحصول على البنزين والسولار، الأمر الذي دفع مفتش التموين إلى التواجد داخل تلك المحطات من أجل تنسيق عملية توزيع تلك الكميات التي تم ضخها، وإن كانت هذه الكميات لا عن الكمية الحقيقية الموجودة للمحافظة والتي تم تخفيضها إلى أكثر من النصف، والتي أكدت دائما التقارير الحالة التي تقوم بها مديرية الأمن أن الرصيد في بعض المحطات صفر وطلبت حسن. طيب هل هناك مقترحات الحصة كاملة؟ نعم. إلى المحافظة لأن ذلك يؤثر على الأمن القومي. نعم. طب حسن، هل هناك يعني مقترحات مقدمة من أصحاب المحطات والتجار لضمان عدالة التوزيع؟ كانت أهم تلك المقترحات التي تقدم بها التجار والغرفة التجارية هي التواجد الأمني داخل المحطات وعمل تفعيل دور مباحث التموين في ضبط تجار السوق السوداء الذين تتوفر لديهم كميات كبيره من السولار والبنزين والذي يمثل ازمه والذي يتهمه اصحاب السيارات والسائقين بان هناك تواطؤ ما بين اصحاب المحطات وتجار السوق السوداء، بالاضافه الى تفعيل دور الرقابي لمفتش التموين كما كان هناك قرار منذ اكثر من شهرين للسيد المحافظ وتم تخويلهم لبعض القرارات التي يمكن ان يتخذوها في حال وجود اي من المخالفات التي قد تقع داخل تلك المحطات، بالاضافه الى تنظيم السيارات او مواعيد السيارات التي تقوم بتمويل تلك السيارات من داخل المحطات سواء كانت ترفيز او سيارات الملاكي او التاكسي، فيقوم بتقسيم اليوم على تلك السيارات حتى لا يحدث التكدس وتحدث الازمه المروريه التي نشاهدها داخل المحافظه كل يوم. نعم، شكرا جزيلا لك. انا معي الصحفي حسن عبد الغفار من المنيا. وفي الإسماعيلية نظم العشرات من النشطاء وقفة احتجاجية أمام مقر حزب الوفد
تضامنا مع الحزب ضد الاعتداء الذي تعرض له مقره الرئيسي بالقاهرة مساء أول أمس. وعلى صعيد ذي صلة، عقدت جبهة الإنقاذ الوطني بالإسماعيلية اجتماعا بمقر حزب المصريين الأحرار، تم خلاله وضع جدول أعمال محدد للجبهة خلال الأيام القادمة قبل بدء المرحلة الثانية من عملية الاستفتاء على الدستور للحشد للا في الاستفتاء. ومعي على الهاتف من هناك معي الصحفي يسري محمد. يسري، ما هي فعاليات جبهة الإنقاذ لاستقبال المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور؟ نعم، بالفعل جبهة الإنقاذ وضعت خطة محددة سيتم التحرك من خلالها في جميع أنحاء محافظة الإسماعيلية. هذه الخطة ستبدأ من خلال توجه أعداد من النشطاء بدءا من اليوم الى مدينه القصه، في ان مدينه الكل الكبير وهي تقع شرق محافظه الاسماعيليه، وذلك في عمليات ما يعرف بطرق الابواب او حملات طرق الابواب لحث كبار العائلات في هذه المدينه على الابداء بلا خلال الاستفتاء على الدستور. هذه الحمله او مجموعه النشطاء ستنطلق عصر اليوم من امام حزب الدستور بمحافظه الإسماعيلية، بعد ذلك سيتجهون أيضا إلى مدينة القصاصين لعقد لقاء موسع كبير مع أهالي المدينة وعدد من النشطاء السياسيين هناك، وذلك يوم الأربعاء. أيضا الخطة تتضمن القيام بتوزيع أعداد كبيرة جدا من المطبوعات التي توضع فيها أهم النقاط التي جاءت بالدستور والتي لا تخدم الرجل الشارع المصري من وجهة نظرهم. أيضا سيتم عمل مسيرة يوم المقبل يعقبها مؤتمر حاشد سيتم عقده في وسط مدينة الإسماعيلية، يحضر عدد كبير جدا من النشطاء من القاهرة لبيان وتوضيح ما هي أهم الثغرات الموجودة في هذا الدستور. نعم، شكرا جزيلا لك. أنا معي الصحفي يسري محمد من الإسماعيلية. وفي الإسماعيلية أيضا يدشن حزب الدستور بالمحافظة حملة توعية، حملة جديدة لتوعية المواطنين بالإسماعيلية لرفض الدستور والاستفتاء، وذلك بمقر الحزب تحت عنوان لا للدستور. ومعي على الهاتف أستاذ محمد حنفي، عضو بحزب الدستور. مرحبا بك أستاذ محمد. يعني ما هي الفعاليات استعدادا للمرحلة الثانية من الاستفتاء للحشد بلا، وهل سيكون هناك أيضا حشد لمظاهرات الغد؟ إن شاء الله حضرتك، احنا عاملين حملة للتوعية بالدستور بلا طبعا، عشان الدستور فيه مواد خلافية كتير، والدستور طبعا اللي احنا شايفينه مفيش دستور طبعا بيحطوا بيضعوا اغلبيه، دستور بيمثل كل المصريين، فلازم المصريين كلها تبقى مشاركه وتبقى موافقه يعني او متوافقه مع الدستور ده، ولا في حتى يعني دستور يعني مفيش رساب للدستور، يعني مفيش مثلا حد مثلا معين من يعني عدد معين 67 او 70% مثلا المشاركه. يعني لغايه دلوقتي لو حضرتك لاحظت المرحله الاولى اللي حوالي اللي شاركوا في الاستفتاء وقالوا نعم لو ممكن لو الدستور مر على نعم 16% مثلا اللي بيقولوا نعم، وحتى لو لاحظت حضرتك ان النتائج بين نعم ولا متقاربه جدا. نعم، احنا يا فندم احنا عاملين في حزب الدستور ان شاء الله من النهارده مدشنين حمله للتوعيه والدعوه بناء للدستور، الدستور اللي هو بيقسم مصر ده. طب كيف يعني، انا سؤالي لك استاذ محمد، كيف يعني كيف ستكون هذه الحمله للتوعيه بلا، وهل ايضا من ضمن هذه الفعاليات حشد لمظاهرات الغد؟ احنا عاملين حمله للتوعيه اولا هنبتديها النهارده، وعن طريق سواء عن طريق الاعلام الشعبي اللي هو الفيسبوك والتويتر، عاملين دعوات لمظاهرات غدا، وعاملين تقسيمات جغرافيه. كل مجاميع اللي احنا هنقسمها معانا، يعني ان شاء الله بعد ما ندش الحمل هنقسم المجاميع الغرفيه سواء على منطقه اسماعيليه محافظه اسماعيليه كلها، عندنا ناس في القصاصين، عندنا ناس في التل الكبير، عندنا ناس في احياء اسماعيليه كلها، هنقسمهم مناطق جغرافيه على 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 حده، كل يوم هننزل في منطقه شكل ونوعي الناس ونعرفهم بخطوره الموافقه على هذا الدستور.
نعم وباذن الله ربنا مستعان يعني. نعم شكرا جزيلا لك. كان معي على الهاتف استاذ محمد حنفي عضو بحزب الدستور. وفي شمال سيناء نظم عدد من العاملين والفنيين المؤقتين بالشركة المصرية لصيانة الأجهزة وقفة احتجاجية سلمية صباح اليوم أمام مقر شركة جاسكو للبترول بالعريش للمطالبة بنقلهم من شركة سيانكو إلى شركة جاسكو. ومعنا على الهاتف من هناك الصحفي ماهر إسماعيل. ماهر، ما هي أسباب هذه الوقفة الاحتجاجية؟ نعم زميلة سوزان، أسباب هذه الوقفة الاحتجاجية أن هؤلاء العاملين طلبوا بنقلهم من الشركة المصرية لصيانة الأجهزة سيانكو إلى الشركة المصرية للغذاء الطبيعي جاسكو، خاصة أنهم يعاملوا معاملة يعني غير لائقة من شركة الصيانة، وهم كانوا قبل ذلك يعملون في شركة جاسكو في فترات زمنية مثل 7 سنوات تحت بند عامل مخاوف بالساعة وتحملوا الكثير وتلقوا الكثير من الوظائف إدارة شركة جاسكو بالتعيين، ولكن لم يتم تنفيذ شيء من هذا القبيل، وانتظروا سنوات بدون تأمين أو بدون علاج لهم، والأجر الواحد فيهم كان في الساعة حوالي جنيه وربع، وكانت لا تحسب لهم راحات حتى في الأعياد والمواسم. سبق أن نطقوا الأسبوع الماضي بالمسؤولين في الشركة ووعدوهم بحل مشاكل، من ذلك لم يسفر عن أي حلول حتى الآن، مؤكدين أنهم يطالبون بالتعيين حتى تستقر تتحسن ظروفهم المعيشية والحياتية ويأمنون مستقبلهم وتستقر حالتهم الاجتماعية. نعم، طب ماهر، ما هي ردود أفعال المسؤولين تجاه هذه الطلبات؟ سبق أن قلت أن المسؤولين في الشركة التقوا بالعمال الأسبوع الماضي ووعدوهم ببعض الوعود التي يرفعوها لوزير البترول بهذا الشأن، لكن حتى الآن لم يتم صدور أي تعليمات خاصة بهؤلاء العاملين الذين أصبحوا في مهب الريح، وجمعهم يعولون أسر وعائلات كبيرة، وجمعهم في حاجة إلى الاستقرار الوظيفي كي يستقروا عائليا. نعم شكرا جزيلا لك. كان معي الصحفي ماهر إسماعيل من شمال سيناء. وننتقل إلى جنوب سيناء، حيث أكد المحافظ اللواء خالد فودة أنه سيتم الانتهاء من أعمال تطوير ميناء نويبع البحرية في شهر يونيو من العام القادم، مؤكدا أن التطوير الذي يشهده الميناء حاليا يوفر ما لا يقل عن 150 فرصة عمل لأبناء جنوب سيناء. وأشار اللواء فودة أن تكلفة أعمال التطوير بلغت ما يقرب من 150 مليون جنيه. وفي جنوب سيناء أيضا تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء نويبع البحرية من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من مخدر الكوكايين داخل البلاد كانت مخبأة داخل إطار سيارة يقودها سائق أردني والذي فر هاربا. هذا وتباشر النيابة العامة بنويبع التحقيق في الواقعة. ومع على الهاتف المحافظ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. مرحبا بك سيادة اللواء، ماذا عن تطوير مرحبا بك أبدأ معك من تطوير الميناء، ماذا عن هذا التطوير؟ والله هو تطوير الميناء ده حلم الحمد لله، بدأ يظهر يعني النهاردة الحمد لله اطمننا على 70% من حجم التطوير، صالة استقبال وصالة مغادرة وصالة لكبار الزوار ومكاتب و كافيتريات ودورات مياه وخلافه، حاجه ان شاء الله هتبقى حاجه جميله قوي مرصود لها 150 مليون جنيه. طمنا النهارده على 70% من حجم الانشاءات انتهت. هناك ايضا ساحه البرادات على مساحه 220 الف متر مربع انتهت تماما. من المحتمل ان نفتتح هذه الساحه ان شاء الله مع في شهر يناير العام الجديد، ومن المنتظر ان يتم الانتهاء من اعمال الميناء ان شاء الله على 30/6 العام القادم، ويعني باذن الله هيبقى في موسم الحج ان شاء الله هيبقى موجود الميناء هيكون شغال باذن الله موسم الحج القادم باذن الله. نعم طيب سيادة اللواء، يعني سيادة اللواء كيف سيعود هذا التطوير بالفائده على ابناء جنوب سيناء؟ طبعا هو هناك فرص عمل، فرص عمل طبعا هتتاح ليهم، ودي طبعا حاجة يعني هم بيشعروا ان هم مهمشين، فطبعا بنقول ان احنا ولادنا دول مش هنسيبهم، احنا بنهتمين بيهم في برضو بعض المحلات في بعض
الأعمال اللي داخل الميناء، أعمال الحمل الأمتعة وخلافه، عمليات السواقة العربيات اللي هتنقل الناس اللي بتيجي. يعني عايز أقول هناك فرص عمل، وهيبقى في حركة دائرة بقى إن شاء الله داخل الميناء بإذن الله، والحركة دي هتعود بالخير وتجارة تروج في المدينة، خاصة وإحنا يعني مقترحين عمل منطقة نويبع منطقة حرة. نعم. والموضوع لسه يعني في طور البحث يعني. نعم. أنتقل معك سيادة اللواء فيما يخص عملية إحباط تهريب كم من المخدرات، يعني ما هي تفاصيل هذه الواقعة، وهل هناك نتائج محددة للتحقيقات الجارية؟ طبعا طبعا، وانت حضرتك عارفة ان يعني اي شاحنات بتخش لازم يبقى في عليها تفتيش، وعليها يعني بأجهزة الأشعة بنبتدي نعرف اذا كان في مجموعات مخالفات. بس الظاهرة المرة دي انه كان في اطار احد السيارات في الاطار نفسه من الداخل، في بعض حوالي 10 لفافات، كل لفه كان فيها حوالي كيلو هيروين. طبعا دي حاجه يعني خطيره جدا. انما طبعا بخبره يعني ابنائنا وابناء المباحث ومكتب مخدرات والناس دي كلها قدروا ان هم توصلوا ان هناك في شيء غريب، قدروا بالتفتيش الدقيق يحصلوا على هذه الصفقه طبعا يعني تقدر ب 15 مليون جنيه تقريبا. السائق هرب وجاري البحث عنه حاليا، وفي اجراءات طبعا تتخذ حاليا في النيابه، وده يعتبر نجاح لمكتب المخدرات ومكتب نويبع، لانه بسبب المتابعه الدقيقه والبحث بنقدر نوصل فعلا لهذه المشاكل يعني باذن الله ان شاء الله. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معي المحافظ اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء. مشاهدينا الكرام، نهاية جولة المحافظات، على رأس الساعة ألقاكم وموجز لأبرز وآخر الأخبار. إلى اللقاء.